انهم يكتشفوا ان عزيز مصر هو اخوهم يوسف عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهم قالوا له أئنك لأنت يوسف؟ فعزيز مصر قال لهم نعم أنا يوسف، وشاور للحراس عشان يخرجوا بنيامين، وشاور على بنيامين وقال وهذا أخي لم يكن أبدا سارقا، فقد صبرنا على ما كان منكم إلينا من حسد وكراهية جزاء طاعتنا وبرنا لأبينا ومحبته الشديدة إلينا وشفقته علينا. ولما سمع الإخوة الكلام ده وقفوا خاشعين وحاسين بالذنب، وافتكروا يوم ما ألقوه في البئر والأحداث اللي كانت ساعتها انه خايف ومفزوع، وأدركوا وقتها انهم قدام النبي اللي حيرس النبوة من أبيهم سيدنا يعقوب عليه السلام. فسيدنا يوسف قال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، وقرب منهم وخلع قميصه وقال خذوا هذا القميص ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، واذهبوا إلى كنعان وأتوا بأهلكم كلهم إلى هنا، عشان هنا طبعا في الرخاء والعيشة الكريمة. وطبعا رجعوا لكنعان، وسيدنا يعقوب عليه السلام قال غريبة أنا شامم ريحة يوسف. طبعا هو شم ريحة سيدنا يوسف لما فصلت العير، يعني وهي لسه طالعة من مصر. لما وصلوا لسيدنا يعقوب في واحد فيهم ألقى القميص على وجه سيدنا يعقوب، فاسترد سيدنا يعقوب بصره وقال ألم أقل لكم أني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ فأخوات سيدنا يوسف طلبوا من أبوهم أنه يستغفر لهم، فقال أنه سوف يدعو الله ليهم ويستغفر لهم. وياريت قبل ما نكمل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونوحد الله لا إله إلا الله، ونقول كلنا سبحان الله سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. فالقافلة طلعت من كنعان وهي بتحمل كل أولاد وأبناء وعائلة سيدنا يعقوب عليه السلام، والقافلة دي متجهة لمصر. وبمجرد دخولهم لمصر دخلوا قصر العزيز، وهناك كان مستنيهم سيدنا يوسف عليه السلام وبنيامين. سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب عليهما السلام لأول مرة من سنين طويلة قوي، قيل إنهم كانوا مفارقين بعض حوالي 40 سنة. تخيل بقى انت اللقاء ده هيبقى عامل ازاي. ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا، والسجود هنا سجود تحية، وقال يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فسيدنا يوسف عليه السلام حكى كل شيء وكل اللي حصل له من اول ما سابه لغاية اللحظة اللي اتقابلوا فيها دي. سيدنا يعقوب عليه السلام فضل قاعد مع سيدنا يوسف عليه السلام لغاية لما وصل لفراش الموت، وعلى فراش الموت سيدنا يعقوب عليه السلام كان عايز يطمن على دين أولاده. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وتوفى سيدنا يعقوب عليه السلام. ولما مات دفنوا سيدنا يوسف عليه السلام زي ما سيدنا يعقوب وصاه بالظبط، في مدافن سيدنا إسحاق وسيدنا إبراهيم عليهم السلام. ولما حضر سيدنا يوسف عليه السلام الوفاة طلب من ربنا سبحانه وتعالى أنه يتوفى على دين الإسلام، واعترف لله بعظيم فضله وإحسانه عليه، وحمد الله على كل النعم دي، فقال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وبكده نكون خلصنا قصة سيدنا يوسف عليه السلام، وبعد كده ان شاء الله هنتكلم عن قصة سيدنا ايوب عليه السلام وصبر ايوب. وفي اخر الفيديو ياريت لو احنا على اليوتيوب نشترك في القناة، ولو احنا على الفيسبوك نعمل متابعة على الصفحة، وياريت كلنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونوحد الله لا اله الا الله، ونقول كلنا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.